اخيرا الدراري غادي نبداو العلاج مع زليقة. كيف ما كتعرفوا الدراري هاد الفريخ هذا كنا شريناه ب10 دراهم. حيت ايوا انت ما حاري مالك كيكون واقف حتى كينقص. كونوا اكيدين زليقة غادي تبدل عليكم 180 درجه. نوصلوا 50K دراري في يوتيوب احسن كيف واي جاي. غادي نجيبوا الفابو الدراري وغنديروا فيه داك الماء ديال الثومه اللي خليناه طلق. واجي دابا ندوي لك على الجيف واي ديال 50K 50,000 ابوني في يوتيوب. بغيت نسولكم الدراري واش بغيتوا الجيف واي فيها او لا فيها الماكله ولا القفوزه ولا شي حاجه بحال هكا. واش الدراري واش الدرياج معاكم يا سي كيف ديما فيديو جديد عشيري. اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدرياج؟ نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده. لا نتوما لا الفريخات ديالكم. زليقه اش داكشي كيف ما كتشوف الصاد اخيرا وليت الصاد كنقدر ندير فيديوهات واقف. الحمد لله وليت الدراري كنقدر شويه نخرج كنقدر نتمشى شويه واخا باقي كندير العكاز. والله الا توحشت الدراري نديرو فيديوهات واقفين هكا عيت الصاد ديك الجلسه قدام الكاميرا. دونك الدراري بغيت نشكر اي واحد وقف معنا في هذه المحنه ولا في هذا الابتلاء هذا اللي دزنا فيه. هذه الضربه الصاد بينات لي بلي عندي احسن عائله صراحه. وقفتوا معايا وقفه رجل واحد. دونك شكرا لكم فريمون ميرسي كنحبكم. كيف ما شتي الصاد في المينياتور اولا في العنوان ديال الفيديو اخيرا الصاد غادي نبداو العلاج مع هاد الفريق مع زليقة عشيري. غادي نبداو مع العلاج حيت صراحه ملي كنت مريض ما كاينش اللي غادي يبقى كل نهار يقابلو كل نهار يدير العدس طيب كل نهار يدير كذا كل نهار يدوش ليه. حيت هاد التريتمون اولا هاد العلاج الدراري بحال هاد الفراغ كيبغي انك تكون واقف على شغلك. اما الربعه طاح شنو هو بغيتي حتى تمشي 50 كجايه ملي طاحت الربعه واجي نقول لكم الصاد وهاد البلاد. نوصلوا 50K دراري في يوتيوب احسن جيف واي جاي. دونك الدراري حاولوا نوصلوا 50K في هذه السيمانه هذه باش السيمانه الجايه ندير لكم الجيف واي الدراري احسن جيف واي غادي تكون اللي غادي نقول لك. بقى تكومونتي وبقى تفاعل. دونك كيف قلت لكم الخوت غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو العلاج ديال زليقه. حيت ايوا انت ما كنتي حاري مالك كيكون واقف حتى كينقص. دونك الدراري قبل ما نتوكلوا على الله غادي نوريك اش دير الا كانت عندك انت نفس هاد الحاله هادي. غادي تقيد 2 3 4 5 جمعة والسبت والحد فريقه. قيدهم الصاد فريقه. نهار 2 غادي تدوش لهاد الفريخ هذا بالعدس. شد الصاد كاس ديال العدس زيد عليه جوج ولا ثلاثه الكيسان ديال الماء تخليهم يغليو. هذاك الماء اللي غلا تخليه يبرد وترش عليه به نهار 2. نهار 4 غتجيب الصاد جوج ديال الثومات زيد عليهم جوج كيسان ديال الماء تهرس الثومات وتخلي داك الماء يطلق واحد نص ساعه حتى ساعه وتجيب داك الماء ترش به الفريخ ديالك. نهار 4 غتجي نهار السبت عاوتاني وغتعاود نفس البلان ديال نهار 2 اللي هو العدس. غادي تجيب كاس ديال العدس تزيد عليه جوج كيسان ديال الماء تخليه يغلى. ملي يغلى يبرد ودوش ليه بهذا الماء هذا حيت هذا الماء مفيد الدراري. العدس باش غادي يفيدو الدراري وشنو المنافع ديالو؟ العدس كيحل المسام ديال الجلده كيسهل ان الريش الدراري يطلع. هادشي مزيان ولكن ما كافيش الدراري. الريش باش ينوض خاصو نظام غذائي يكون متوازن غني بالبروتينات وغني بالفيتامينات والاملاح. غادي نعطيو جوج مرات في السيمانه البيض المسلوق حتى لثلاثه المرات في السيمانه. غادي نعطيو جوج مرات في السيمانه الخضره وغنعطيو مره في السيمانه الفواكه. هذا هو النظام الغذائي الدراري اللي غنتمشاو به. ما بغيتش نطول عليكم حيت هادشي ديجا قلتو في الفيديو قبل. دونك الدراري قيد هاد العيبات هادو ويلا نبداو العلاج مع زليقة. يلا عشيري نبداو معاك العلاج. تضرب لي على زليقة. الوغ الدراري جوج كيسان ديال الماء جوج ولا ثلاثه ديال الثومات. اجي نوريك كيفاش غنبريباريو. غادي نقسموهم على جوج. شنو كتاكل الثوم؟ اجي من هنا اجي من هنا اجي من هنا. دونك انا درت ثلاثه الثومات الدراري بعدي من الكاميرا. انت راه درتي لي الظلمه بعدي من الكاميرا. دونك غادي نخليوهم يطلقوا واحد نص ساعه بين ما فطرنا الدراري ونرجع لكم انا وزليقه. خليكم معنا. دابا غتكون الصاد داز شي ساعه الا ربع حتى لساعه. خلينا داك الثومه طلق. يلا الصاد ندوشو زليقه. ها هو الفريخ. غادي نحيدو الدراري الماكله كامله ما خاصهاش تعمر بالماء. نحيدو الشرابات ونخليو غير الكاس بوحدو. غادي نجيبو الفابو الدراري وغنديرو فيه داك الماء ديال الثومه اللي خليناه طلق ونعمرو الفابو. غادي نجيبو الفريق بحال هكا الدراري. اصلا الشمس ما كايناش بزاف دونك ما غاديش نفلسكوه بزاف الدراري غير شيشه خفيف. بارك عليك. ودابا الدراري ردوا لي الماكله وردوا لي الماء ديالو ونهبطوه للبيت. غادي نخليو هاد الدراري غير في البيت وغادي ان شاء الله غادي نشوف تمايا وغادي نحط ليه دابا شويه ديال الكريت. هذا هو الكريت الدراري اللي كندوي لكم عليه.
فوالا حجيرات بحال هادو صغار نعطيوهم ليه تبادو راه غنيين بالكالسيوم الدراري. الكالسيوم الدراري مهم بزاف باش الفرخ يقدر يطلع الريش ديالو، دونك نعلقو ليه الكالسيوم. يلا عشيري دابا نهبطو نهبطو الفريق. الو الدراري كيما كتشوفو سلايكر انا ما مخلطوش مع هاد الفراخ بلاكو قولتي ما مخلطوش معاهم الدراري. علاش هذا راه ما تنساش هذا راه ماشي صلاة عادي، هذا راه واحد لا مالادي ما عرفتش اش كيقولوا لها بالعربيه القرش الفرنسي ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. المهم بالفرنسي سميتها لا مي بارسيال، وهاد لا مي بارسيال الدراري راه كتقدر تعادي الى الفراخ كلاو من نفس البلاصه، ما كدوش عبر الهواء ما كدوش عبر زعما غيقربوا لهم، خاص يشربوا من نفس الماء ولا ياكلوا من نفس الماكله. داكشي علاش الصرف انا مفرقهم. اش داكشي زليقه نشوف شي باقي ما نشوفش مزيان الدراري، غادي نخليوه ينشف على خاطرو. وكيف قلت لكم يكون عندكم الصاد شي بلان بحال هكا اولا شاكين في شي فرخ في شي مرض اولا مهم كاين 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 مشكل اولا كاين بدايه مشكل نعزلوا الفرخ. بزاف الناس كيديروا هاد الغلط على الدراري ديال انهم كيشوفوا الفرخ مريض وكيبقاو خاشين ومع الفرخ. لا الدراري واخا ما لقى كيطيح الريش ولا شي بلان ما هواش، مهم دخلك الشك في شي فرخ نديرو في قفص بوحدو ونعزلو. اللهم يمرض بوحدو والله يمرض لك الصاد كلشي وتولي الصاد لا بالفرخ المريض لا بالفراخ الاخرين. رد البال لهاد القضيه الصاد وعندك ديرها، راه فريمون الغلط هذا كيديروه بزاف الدراري. سي بون الدراري حطينا زليقه في البيت خليناه ينشف الصاد على خاطرو، زدتو شويه ديال الزريعه منقيه وخليتو الصاد يرتاح مع راسو، وان شاء الله غادي نتبع مع البروغرام اليمونتيغ ولا النظام الغذائي اللي قلت لكم وغتشوفوا ان شاء الله ترانسفورماسيون كيفاش غادا تكون. انا متاكد غادي يولي واعر شي واجي. دابا ندوي لك على الجيف واي ديال 50 كا 50 الف ابوني في يوتيوب. كنوعدك الصاد بلي غادا تكون جيف واي ناضيه واعره. غا هو يا كاينين جوج ديال البلانات، بغيت نسولكم الدراري واش بغيتوا الجيف واي فيها لي سورانك اللي كيوكلوا بهم اولا فيها الماكله ولا قفوزه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني الماكله ولا الزوان والامور هذه ولا السورانك. بقات عندكم الكره الدراري دابا عزلوا اللي بغيتوا، انا ما عنديش غرام ديال المشكل، لي سورانك نحضروهم والماكله وشي حاجه اخرى نحضروها، عزلوا الصاد نتوما اللي بغيتوا. غادا تكون ان شاء الله جيف واي غادي نحاول نربح من 3 حتى 5 الناس في يوتيوب بيان سور، وعاد جايه ديال انستغرام ان شاء الله الدراري ملي غادي نضربوا 40 كا ولا 50 كا في انستغرام. زاهية دونك هذا هو البلان الدراري، هذا هو الفلوق ديال اليوم ان شاء الله الدراري. شنو اللي حابسني انني ما نديرش فلوقات برا هو باقي ما شريتش ستابيليزاتور، جوبونس غادي نشريه غدا الاربعاء ولا الخميس، خاصو يتشرى غادي نمشي عند واحد الصاد في المعارف. هذا هو البلان الدراري، كان معكم خوكم ياسر، تهلاو ليا بروسكم تهلاو طويراتكم تهلاو في الحيوانات اللي جاي الجديد وجاي القرقاع الدراري. كنواعد حاول تبقى تكومونتي وحاول تبقى تفاعل باش تعزل الصاد انت من الفائزين علاش لا في الجيف واي. كان معكم خوكم ياسر. Peace! Salam, Adrian!